بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، من وسائل رفع البلاء عنك التوبة إلى الله عز وجل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، فكيف لا نتوب نحن؟ لكن إذا قررت أن تتوب من أي ذنب ولو كان صغيرا، فهل تظن أن الأمر سيمر هكذا بلا قتال؟ أصلا هناك شخص سيجن جنونه إذا علم أنك ستتوب، شخص كان يستثمر فيك منذ فترة وأنت تريده الآن أن يخسر كل استثماراته بلا مقاومة. مستحيل. من هو هذا الشخص؟ شيطان طبعا. إنه سيطرح عليك شبهات وتساؤلات واعتراضات، سيقفز أمامك كالقرد عزك الله أي شيء، المهم أن تغير رأيك ولا تتوب. فمثلا لو كان الذنب متكررا، يعني تفعل الذنب ثم تتوب ثم تعود لنفس الذنب ثم تتوب، فإنه سيقول لك كلما توبت وقعت بنفس الذنب مرة أخرى، هذا نفاق، نفاق، لا تستحي من الله، أنت لا تصلح لك التوبة. ما شاء الله، حريص عليك الآن الشيطان. أخي الكريم، أختي الكريمة، لدي تسريب من التسريبات على الشيطان، عبارة عن محادثة فيها فضيحة له. هذه الفضيحة هي أقوى رد عليه. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حوار حدث بالماضي بين الشيطان وبين الله تبارك وتعالى، فاسمح لي أن أسرب لك هذه المحادثة وأنت ستمسك بهذه الفضيحة على الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال إبليس، يعني لله، قال إبليس: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. رد رباني، وفي الحقيقة يكفيني، لأنه يعني أنك لو استمريت تقع في نفس الذنب طوال عمرك فإنه سبحانه سيغفر لك، بشرط إذا تبت إليه في كل مرة. وأنت لو فكرت بالموضوع ستجد أن الإنسان يقع بالذنب ويقع في التوبة، فلما احتار من كثرة تكرار التوبة وتكرار الذنب قرر أن يترك التوبة. يا أخي اترك الذنب، لماذا تترك التوبة؟ هذا مثل شخص كان يمشي على الأرض الحارة بنعلي، فانقطعت نعله اليمنى فصارت رجله اليمنى تحترق بالأرض ورجله اليسرى سليمة لأنها بالنعل، فقال بينه وبين نفسه: أنا إلى متى قدمي اليمنى تحترق والأخرى سليمة؟ سأترك النعل الأخرى لكي تحترق القدمان جميعا. مضحك. لماذا البس النعل الأخرى؟ لماذا تختار الاختيار الأسوأ أن تترك التوبة؟ اختار الاختيار الأفضل أن تترك الذنب. أصلا لو لم تذنب لذهب الله بك، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ما استطاع الشيطان أن يقنعك بهذه الشبهة ورآك عاقد العزم على التوبة، فيقول، سيقول لك الشيطان وقتها: طيب انتظر انتظر انتظر، أنت ستتوب ليس كذلك؟ طيب انتظر، خلاص توب، ولكن لا تتوب الآن، لأن التائب من الذنب كما لا ذنب له، والله يغفر الذنوب جميعا عند التوبة، افعل ما تشتهي من المعاصي الآن ثم بعد ذلك تب وتغفر ذنوبك. سبحان الله، هذا اقتراح، هذا تحايل. لكن السؤال هو: أنت تتحايل على من؟ قال الله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ألا تظن أن الله يسمعك وأنت تقول هذا الكلام بينك وبين نفسك؟ اسمح لي أن أضرب لك مثالا. لو أن قاضيا من القضاة يقبل كل من يخالفه ويعد بحسن، يعني كل مخالف المخالفين يعد بحسن السير والسلوك وهو دائما متسامح لا يرد أحدا، فقال المتهم لزميله في ممر المحكمة: هذا القاضي أنا أعرفه، إنه يسامح كل من جاء إليه معتذرا، كل من جاءه يعده بتحسين حاله فإنه يطلقه براء. فأنا خططت أني سأفعل ما أشتهي من مخالفات ثم آتي لهذا القاضي وأحلف له اليمين وأعده وهو سيصدقني. لكن المتهم لم يشعر بأن القاضي كان يمشي خلفه في ممر المحكمة، فسمع القاضي ما يقول هذا الرجل. بالله عليك، الآن بعد أن سمع القاضي ما سمع، هل سيقبل منه مرة أخرى إذا وعده أنه سيصلح حاله؟ طبعا لا، ولله المثل الأعلى. قد لا يقبل الله توبة من يقول سأذنب ثم أتوب بينه وبين نفسه، لأنها ليست توبة صادقة بل توبة متلاعبة، والله يسمعه الآن. قد قال الله تبارك وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انتبه، أنت تتعامل مع إله، ليس مع عقد قانوني تبحث عن ثغرة فيه. قد يقول قال: ما الفرق بينه وبين التائب؟ هذا تاب بعد الذنب وهذا تاب بعد. الفرق هو التخطيط، الأول خطط للتوبة قبل فعل الذنب
وأما الثاني فلم يكن ينوي المعصية، وقع فيها لضعفه لبشريته فتاب بلا تخطيط مسبق للتوبة بعد أن يستمتع من الذنب ولا شيء. أصلا إذا بدأت بالاستمتاع بالذنوب وقررت أن تؤجل التوبة فقد يدركك الموت قبل أن تصل إلى التوبة. هل ترضى؟ هل ترضى أن تعلق مصيرك من جنة ونار وقبر وقيامة وأهوال على احتمال؟ دعني أسألك سؤالا، تخيل لو أن عطلا وقع بالطائرة فقفز كل من فيها بمظلاتهم، وكان بينهم رجل أعمى قفز بمظلته لكنه لم يفتحها، فالناس يقولون افتح مظلتك، فيقول الأعمى لا لا لن أفتحها الآن، إذا اقتربت من الأرض فتحتها. قالوا له لكنك أعمى لا تعرف متى ستصل إلى الأرض، وهو مصر ليس الآن. هل هذا كلام يقبله عاقل؟ طيب كما أن الأعمى لا يدري متى سيصل إلى الأرض، فنحن أيضا لا ندري متى سنصل للموت، فهل نفتح مظلة التوبة الآن أم نخاطر بجنة عرضها كعرض السماء والأرض من أجل مغامرة لا نعلم توقيتها؟ الذي يغامر في آخرته أخطر من الذي يغامر في حياته. إذا لم يقنعك الشيطان بجميع الشبه السابقة هذه جميعا ما استطاع، فسيقول لك الشيطان شيء آخر، سيقول لك تتوب عندما يهديك ربك. الهداية بيد من؟ بيد الله، ليست بيدك، أليس كذلك؟ الله المستعان، شيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قل لهذا الشيطان، قل له أنا أذهب للعمل في كل يوم، لماذا لم تقل لي ابقى في البيت إلى أن يرزقك الله؟ لماذا في التوبة قلنا الهداية بيد الله فاترك التوبة؟ طيب الرزق أيضا بيد الله، لكن في المال لا نقول اترك العمل فالرزق بيد الله، لأن الشيطان يعلم أنك لن تسمع كلامه في المال، إذن لا تسمع كلامه في التوبة، فإن التوبة العامة تمسح الذنوب كاملة، وهو بالطبع لا يريد ذلك. قد يقول قال التوبة العامة تغفر ذنوبي جميعا؟ نعم تغفرها كلها بإذن الله، كلها نعم كلها إلا نوعا واحدا، وهو الذنب الذي فيه حقوق للغير. لا بد من مع التوبة أن ترجع الحقوق لأصحابها، مثلا أموال أخذها العبد من الناس بغير حق، لا تكفي التوبة الآن، لا بد من إرجاع الأموال. شخص شهد على شخص آخر زورا فسجنه، الآن لا يكفي فقط أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى، لا بد أن تخرج السجين وهكذا. طيب ماذا لو كان هناك حقوق لبعض الناس لا أستطيع الوصول إليهم، لا أعرفهم، مثل عامل كان عندي ما أعطيته حقه كاملا وهو الآن قد ذهب لا أستطيع الوصول إليه، ماذا أفعل؟ حاول قدر المستطاع أن تصل إليه، أو على الأقل أن تصل إلى من يدلك عليه. إذا لم تستطع تماما آخر شيء تصدق بقيمة هذا المال، ولكن بنية الشخص المفقود، يعني ثواب الصدقة له، بحيث أنه يأتي يوم القيامة فيجد في صحيفته صدقة بقدر ماله منك، فلا يأخذ من حسناتك شيئا مقابل المال الذي هو حق عليك. لكن انتبه، لو قدر الله لهذا الشخص أن يجدك في الدنيا أو أن تجده حتى لو بعد صدقة بعد فترة، فيجب أن تدفع إليه ماله ولو كنت قد تصدقت به من قبل، لأنها حقه في النهاية. وأما أنت فلن يضيع الله أجرك. أخي الكريم، أختي الكريمة، تأكد أن الشيطان مخلوق بيد الله، مهما قال لك من شبه فإنه لن يضع لك حجة على الله يوم القيامة، بل سيتبرأ الشيطان مني ومنك. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. انتبه إلى ألا تكون يوم القيامة ضحية له، بل تب وأبشر، فإن الله سيبدل لك ما كان كل سيئة حسنة. صلى الله يتقبل منا ومنكم ويرفع البلاء عنا وعنكم، والحمد لله رب العالمين.